هي زي ريحة الورد. أم عامر خل عن سد بيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، عارف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيض اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. الساعة المباركة، الراية الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله إني كنت حاس، أجل جايب ذبيحة وورد مسوي بتضبط نفسك، أنا ماني موافق، وبقول لهم إنك عصبي وإنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري إني أرمق، حالتي حالة، وبيلي مرت أنت أسند أنت لي عمري، يا بعد حي خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحة كل شهر للاستراحة. تم تم. سلامات، وراك تصيح الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبت العافيه، انا والله بعد عندي تكليمت زينه، وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سله. يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. قام يا واد، بدري عليك تفوز. العب 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 يا عيال، عندي لكم مفاجأة البطلة. ايه سامحت غيرك، الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيو عامر، هيو عامر، هيو عامر، هيو عامر، واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 بطاطا، عامر بطاطا، عامر بطاطا. ايوه، وش تبون بعد؟ ذبيحة كل شهر. لحظة لحظة، أنت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع أنت ورع، أصخر عيالك أنا، أنا ما أكذب. يا عيال، عمتي تزوجت أبو عبيد وعطيته شروطي ووافق عليها. كلا والله، صبوا لي فنجان على العال، عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 لا، يا ولا عقب الغاضي لا تغسلونا. تعال، أنا جيت بس، أنا برشلونة. شلونك يا أبو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ أجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل؟ هذا كول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين إن بغيتي الحفل بقاعة ولا بفندق، لو تبين بعد موضي يجيبه جبته. عطى جوه. وش هو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ أنت ما شاء الله رجالا بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة، في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف. وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد.